ومتابعينا بصباحنا، وتعتبر الرياضة من أهم العوامل للحفاظ على الجسم السليم وعلى الصحة الجيدة، ولحتى نحمي حالنا من الكثير من الأمراض وخاصة الفيروسات المنتشرة في الآونة الأخيرة. وتعددت أنواع الرياضات وانتشرت بشكل واسع، ومنها رياضة اليوغا يلي رح نحكي عليها أكثر بحلقتنا لليوم. رح نحكي أكثر عن اليوغا مع أخصائية رياضة اليوغا علا زينة. صباح الخير، صباح أهلا الخير، إن شاء وسهلا الله فيكي. صباح صباح سعيد الخير، للجميع. وبدنا نقول صباح الخير صباح لعبير الخير، يلي صباح الخير كوتش مرافقتنا. عبير. صباح الخير كوتش، صباح الخير، صباح يسعد الخير، يسعد صباحكم. صباحكم جميعا بالخير والصحة إن شاء الله للجميع. أكيد، صباح بالبداية خلينا نتعرف عن اليوغا وفوائد اليوغا، وكمان نبلش مع علا نشوف شو حركات تمام. اليوغا، رياضة اليوغا وفوائدها. أكيد هلا اليوغا هي رياضة فكرية جسدية روحية، يعني انت مختلفة عن كل الرياضات لانه هي بتعتمد على انه انت بدك تزامني الحركة الجسدية مع النفس الواعي، فهون ببلش يستجيب الجسد لأي حركة انت بدك توصلي لها. بنفس الوقت انت بدك تبلش تهدأ افكارك بتنفيذ حركات اليوغا. النفس هو مفتاح توازن العقل، فانت لما بتكوني عم تتنفسي بطريقة صحيحة وواعية فمباشرة رح تدخلي بحالة من الهدوء والراحة والريلاكس. وهيدي الابتسامة اللطيفة. على دائما يعني اليوغا بيقولوا صعبة صعبة صعبة، وإذا بلشتي فيها لازمك بيئة محددة، لازمك طقوس محددة، لازمك صفا لبالك كتير يكون. خلينا نحكي شو هي الشروط وكيف فينا نحن نبلش بالبيت قبل ما نبلش مع عبير لحتى نشوف تمام. أكثر هي تفاصيل أبدا ما فيها الحركات. أي شروط، أنت بأي عمر وبأي مكان وبأي زمان أنت بتقدري تنفذي هيدي التمارين. هي كتير لطيفة وكتير بسيطة وما أنا صعبة أبدا. أنت ممكن تشوفي اللي عم تشوفوه على الانترنت او على السوشيال ميديا انه عم يعملوا الحركات البروفيشنال، بس انت لحتى توصلي لهيدي المرحله من الحركات البروفيشنال بدك تكوني مبلشه بطريقه تمام. لطيفه. اذا اشتغلتي على حالك ستيب باي ستيب انت رح توصلي لنفس المكان يلي هنن فيه، ما تفكري انه هن مباشره عملوا هاند ستاند، ابدا. هنن اول شيء او المعده او عضلات الظهر او العضلات تبع الرجلين او عضلات الكتاف والايدين لحتى توصلوا لهيدي المرحله. فنحن بدورنا كمدربين نحن بنشتغل عليكم حتى انتم توصلوا للمرحله اللي انتم بتحبوها. قد ايه بدها وقت وقد شو هو العمر المناسب لرياضة هلا كل اليوغا؟ الاعمار مناسبه، يعني نحن تمام. عندك من 4 سنين وانت طالعه لل 90 سنه، يعني تمام. نحن هلا جايين وصلنا امبارح من حلب، كان عندنا دوره ل 150 شخص عمرهم فوق ال 70. اوف، عم ينفذوا كامل يعني عندهم الحركات. لياقة؟ مو قصة لياقة، أنت بتعطيهم التمارين لما هن بيستجيبوا معك مع النفس الجسد فورا بيستجيب. يعني أنت أول شيء بيكون في ستريس فبتحسي إنه أنا ما عم بقدر أنفذ الحركة، مجرد دخلتي النفس مع الحركة صار جسمك قادر يستجيب لهيدي الحركات. ونفس الشيء، يعني نفس الشيء هذا اللي صار معهم انه هن بهيدي الاعمار نحن طالعين نعطيهم عن فوائد النفس، عن كورونا، انه قد ايه هن بهذا الوقت هن اكثر حدا معرض لانه هو ينصاب او لانه هو ممكن يصير له اي شيء او يتاذى اكثر بسبب هذا الفيروس. فكنا عاملين ورشه ودوره مجانيه بالحديقه العامه هناك، 150 شخص عم نعطيهم كيف نحن لازم نتنفس وقايه او اذا انصبنا بالفيروس كيف نحن ممكن نعالج هذا الشيء عن طريق حالنا التنفسات. باليوغا. تماما. خلينا نشوف كيف مع عبير علا. هلا انا رح اعطيكم نفس، هو كثير كثير لطيف. أوكي. لازم ننفذه نحن كلياتنا، بتعرفوا انتم بهذا الوقت قد ايه في ستريس بالبلد وبكل العالم، خوف وقلق وتوتر وكل العالم مش منيحه يعني. ففي نفس كثير لطيف هو اسمه النفس الواعي، بدنا نبلش فيه نتعلم كيف نحن ممكن نتنفس بطريقه صحيحه حتى ونحن قاعدين بالبيت. تمام. حتى ونحن عم نمشي. فهلا عبير بس بدها تحط ايدها على البطن لحتى تشوفوا كيف بدها تبلش تحرك عضلات البطن مع النفس. بدها تاخذ شهيق تنفخ عضلات البطن لبرا، وزفير بدها تعمل قبض لعضلات البطن للداخل. بهيدي الطريقة أنا بدي يكون هون عم وسع الرئتين، عم حاول أخذ أكبر كمية من الأكسجين مع الشهيق. كمان مرة زفير مع الزفير، عم طلع كامل الزفير للخارج علا. نحن ما عم مع نفتح النفس تم. أبداً. ابدا النفس يعني عن طريق شايفين عبير الانف. انه بس من عن طريق الانف عم تاخذ طبعا النفس. حتى الزفير بده يكون عن طريق غلط الانف. نفتح تماما تمنا. لانه الصح انه انت تتنفسي عن طريق ارنبه الانف. كيف بنشوف انه العالم لما بتكون غميانه نحن بنفيقها ببصله؟ لانه هون بارنبه الانف هيدي الشعيرات مربوطه تماما مباشره بالدماغ، فهي فورا بتفيقنا وفورا بتهدينا. يعني انتوا لما هلا بتطلعوا نفس هادئ من الانف
بتحسوا لحالكم فورا صرتوا دخلتوا طيب بالريلاكسيشن. عندهم مشاكل بنفسهم، في اشخاص ما بيتنفسوا ابدا من انفهم، نحن عندنا طريقه، نحن عندنا طيب طرق للعلاج. في طريقه لتنظيف الانف، هي على مرحلتين. اول شيء بننظف الانف بالمي والملح. طيب. هلا هي هلا عم تصير سيرومات، بس انه نحن منشان ما نضطر نشتري، فهي بتكون عبوه بتحطي لها مي دافيه مع شويه ملح، وبتصيري بتنظفي الانف كل يوم الصبح، كيف نفرشي اسناننا، كيف ننظف عيوننا، بنفس الطريقه بدنا نتعامل مع الانف. اذا كان في عندنا مرض بنصير بنكرر هيدي العمليه 4-5 مرات بالنهار. بعدين بتصيري بمرحله اعلى السوترانيتي، بتصيري بتدخلي من الانف، بتطلعي من هون لحتى تفتحي المجرى كله، فانت بتنظفي كل هيدي المنطقه من اي شيء هو عم يعيق التنفس عندك. تمام. فلا على مسؤوليتنا رح تقدروا تتنفسوا. هلا النفس الثاني اللي بدي اعطيكم اياه هو النفس المتبادل. طبعا. نفس المتبادل هو بده يوازن الجهاز العصبي الودي ونظير الودي، بينقلنا من حالة الستريس الخوف القلق لمرحلة الهدوء والريلاكس، فهي بدها تصير توازن ما بين فتحتي الأنف اليمين واليسار. أخذت زفير يسار، ترجع شهيق يمين، زفير يمين، شهيق يسار، فهي عم بتبادل ما بين الشهيق والزفير، بتعملها تقريبا شي 15 دورة ما بين شهيق وزفير بكل فتحة أنف لحتى توصل لمرحلة اللي إنه هي هلأ هادية، هلأ رواء. اللي بتشوفون عندهم كولون عصبي كمان نحن بنعطيهم إياها قبل الأكل. هي أنا قبل الأكل؟ قبل الأكل بتعمليها 15 دورة، بتحسي إنه أنت هلأ صار فيك تاكلي برواء وما عاد في عندك هيدا التشنجات اللي رح تصير. كتير مهم إنه نحن نبلش نعملها، كتير مهم انه نبلش نعملها الصبح اول ما في مثلا بعد ما نوصل لساعه 1-2 بنكون كتير صار في ستريس شغل 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 كل الوقت، والمساء قبل ما نام لحتى ادخل بالنوم العميق بطريقه صحيحه. طيب علا خلينا نحكي ارتباط حركات التنفس بالوقايه من اي فيروس، هلا ان كان انفلونزا وان كان كورونا وان كان اي مرض. طبعا. ليش نحن وقت بندخل الاكسجين الصح بشكل صحيح الى جسمنا شو بيعمل؟ هلا انت لما بتدخلي كميه اكسجين كافيه لجسمك وقتها ببلش الجسم ترتفع مناعته، وبهيدا الوقت هو بيرفض اي فيروس يدخل عليه. انت كيف بدك ترفعي مناعه الجسم؟ بانك تعملي حركات رياضيه، هلا بنشتغل مع عبير شيء، والتنفسات الواعيه، يعني انت مجرد انك عم تتنفسي النفس البطني مع حركه البطن انت عم توسعي الرئتين وعم تدخلي كميه اكسجين اكثر للدم، فبالتالي انت عم توصلي جسمك لمرحله مناعه عاليه. هيدي اهم شيء. عندك تنفسات قويه اسمها كريا، يعني تنظيفيه، فبنقدر نعمل كبلباتي مثلا ممكن يا فنحن مثلا هيدا التنفس هو كتير قوي لحتى ينظف كل منطقه الجهاز التنفسي. الأشخاص من اللي يعملوا هذا التنفس اللي... أي شخص طبعا. أي شخص ما عنده مثلا عملية جراحية، ما عنده آلام بأسفل العمود الفقري وما عنده ضغط. تمام. فهو نحن متعودين انه المدرب بده يكون دائما مسؤول عن كل شخص، يعني حتى لو عندنا 100 شخص بدنا نضل مركزين معهم. أشخاص تمام. فانت مثلا اللي عنده ضغط ما بيعمل كبلباتي، بيعمل متبادل، هيدا اللي اخذناه قبل شوي، بس هذا تنظيفي، يعني هذا بتحسي انه انا اذا عملته 20-50 دوره فانا رح يبلش يفضل دماغ، رح يهدى ويفوت الجهاز التنفسي بحاله من الوقايه كثير قويه وعلاجيه بنفس الوقت. تمام. خلينا لكان نبلش ايضا حركات جسديه. هلا بدها تعملها هي تحية الشمس. بس لحظة قبل ما نعمل عبير خلينا نحكي، يمكن نحن بنعمل قصص متتالية صحيح؟ طبعاً. يعني عملنا النفس، عملنا ال ايه. هلا انت مثلا اول شيء بتبلشي انك انت بتحمي الجسد بطريقة لطيفة. تمام. بأي هي حمينا الجسد. تمام. بالنفس. تمام. بالنفس. هلا بدها هي تبلش تعمل هيدي السلسلة، هي سلسلة من التمارين اي شخص بيقدر يعملها من أوكي. هو وصغير للي عمره 70 سنة. أوكي. فهي رح تعملها هلا بطريقة لطيفة تورجيكم اياها. بتكون تحية امام الصدر اول شيء، بتبلش مع اغماض العينين لحتى تركز على الحركه. نحن بنحاول لما بنغمض عيوننا نتنفس ونفوت لداخلنا، ما نفوكس شو عم يصير برا. لكل السيدات اللي عم يتابعونا بنقول لهم اليوغا فيكم تعملوها انتم بالبيت، سيدات والرجال. تمام. الاطفال والكبار كل العالم اكثر اليوغا للنساء. لا 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 ابدا، بالعكس الرجال كثير عم تاثر فيهم بطريقه ايجابيه، وبالذات شفتي لما بيعملوا حديد فهنن بتلاقي صار في تشنجات بالعضلات، ما بقى العضله صار فيها مرونه، فنحن فورا بنعطيهم هيدي التمارين لحتى ترجع الاكتاف تفتح وترجع العضلات. نعم. يلا منبلش، زفير للأسفل، شهيق للأعلى، زفير، أوتن أسنا، من أسفل العمود الفقري بننزل فقرة فقرة تمام للأسفل،
ممتاز. هذه الحركة كتير مهمة، بيصير فيها ضخ دم باتجاه الرأس. أنا مستحيل أعمل على هاي الحركة، ممكن بوصل ممكن على الأرض. تمام، وين ما بتوصلي بتثبتي مع يعني الوقت مع النفس بتقدري توصلي للآخر. ما حدا يضغط على حاله، أي حدا عم يشوفنا ما حدا يضغط على حاله أبدا. أنا مستحيل وهيك حاطتهم هيك هي كمان. تمام إيه، بس إنه أنت مجرد إنك وصلتي لعند الفخذ أو لعند الركبة فهو منيح، مع النفس بتبلشي يستجيب جسمك وينزل أكثر. هلا هي وعاملة هيك، هي عم تتنفس أكيد. أوكي طبعا. هلا بناخذ يسار للخلف، اتشينا، ننزل بالوريك للاسفل، ناخذ شهيق، بنفتح الصدر، الكتاف، سمايلينج فيس، من هون بنثبت الكفين وبنرجع بنكوس الراس. هيدي الحركه كثير، شفتوا كيف الظهر تمام. كل هون كلياتنا نحن عندنا مشاكل بمفصل الكتف، كلياتنا عامل كتفنا هيك، فنحن بتلاقي بلش يفرد باليوغا، وهون بس مجرد انه هو بلش يفرد بتلاقي الرئتين طاقة القلب بلشت تنتعش اكثر. طيب يا ليلي ما عنده هالمرونه، قد ايه بده وقت ليوصل لها؟ ما بده كثير وقت، انت ممكن تعمليها تثبتي شهر بالتمارين انك تعمليها، بتلاقي لحالك جسدك بلش يستفيد. ولا ثلاث مرات بالاسبوع؟ هلا يفضل انه انت تعمليها بالبيت بشكل يومي. تمام. مع المدرب تعمليها مرتين بالاسبوع او ثلاث مرات بالاسبوع، بس انه المدرب مهمته انه هو يعطيكي تمرين تقدري تنفذيه بالبيت. بس خليني اشيلها لعبير من الحركه. منتابع عبير. تمام، نرجع ماسه. هيدي وضعيه كثير مهمه انه نحن نعملها اول ما نفيق، بتلاقوا بيكون الظهر هيك تعبان، بحاجه لتتمطمط. ايوه تمام، فانه بس بتحسي انه انا بس بدي مطمط حالي لقدام. منتابع كوبرا، بدي اسحب جسمي بدو. تمام، بطلع للأعلى، شهيق. الكوبرا أحد الوضعيات اللي كتير قوية منشان الظهر، تفتح الكتاف، تفتح طاقة القلب. منتابع مع الزفير. تمام، منرجع أتشينا، زفير للأعلى. يعطيك العافية. شكراً. نمسكار عبير. شكراً. فهيدي الحركات عبير. اللي هي هلأ عملتها، هي عملتها بشكل بروفيشنال، بس نحن بنقدر المكان اللي نحن بنوصل له، تفضلي، المكان اللي نحن بنقدر نوصل له نحن بنقدر يعني بنقدر نتابع فيه، والمدرب هو بيعرف انه شو يعطينا وشو لا. بس حلو كتير اليوغا، لازم بدي بلش يوغا معك. اهلا وسهلا، نحن عنا مراكز مجانيه بكل المحافظات. يعني هلا في فريق من المركز السوري موجود بالحسكه لحتى هو يفتح مركز مجاني كمان بالحسكه والقامشلي. باي محافظه نحن بنكون فيها بتمنى تتواصلوا معنا على صفحه المركز السوري لليوغا والتامل، ونحن موجودين لخدمه الاخرين. يعني بكل وقت. طاقه حلوه وطاقه مهمه لجسمنا. أكيد. انه نحن أكيد. نصير احسن ونعمل مناعه اكثر من اي فيروس، من اي شيء، اي مرض احنا جاهزين نعالجه، اي ستريس، لانه هلا كل العالم ستريس للماكس عندها. يعني خلص مهمتنا نحن انه نرجعكم لحاله الهدوء. شكرا كثير لك علا، واكيد شكرا لكل الكادر، وبدنا نشكر عبير من جديد على الحركات الحلوه اللي عطتنا اياهم. يعطيكم العافيه. نمسكار.